واحد بالضبط على الجهتين تكبس عليهم بظن هذيك اظن الحركة طلع هذيك تعي شاي هيت يلا روح هناك كيفكم شو اخباركم ان شاء الله بخير زيد اليوم بدي اورجيكم احلى 10 العاب من المحل عجبوه يلا يلا سيد زيد طلعت الراجل تتحول كيف تتحول هات نورجيهم شو بتصير ايرون مان وبتصير اشي ثاني هذا انا اول مره اشوفه شوف هيك حط على الكاميرا منيح الدراجه يا سلام تفتح كمان هاي بتطخ طيب ابو الزوز شوف في كمان يلا هات خلينا نشوف هاي لعبة من الالعاب اللي عجبته كمان فيها اللعبة اللي تلون تسمع الوان شو بتعمل هاي اللعبة زيد؟ هاي اللعبة بتحط بكون في ورق الوان بكون في اشي لون ابيض تحطه بالماكينة ترد بتحول عندك لون طبعا زيد صوته رايح انا بشرح لكم على السريع هاي بيجي معها اكثر من كلر بتقدر تعمل دمج الوان مثلا بتحط اثنين اصفر مع اثنين احمر بيطلع لك اورنج على سبيل المثال او بتحط لون الاصفر على سبيل المثال ثلاثة مع اثنين ازرق بيطلع لك اللون الزهر وهيك يعني دمج الوان بتحركها الماكينة هاي هيك بصورة اقرب بتحرك في الاصبع تبع المانوال فبصير دمج الالوان فبصير اللون الاصلي او اللون الرسمي يلا زيد شوفي كمان بدك توجيهم كمان هاي سياره باتمان سياره باتمان مجسم هاي بتيجي مع ريموت تمشي في منها بيجي مع راديو اكثر من اشي هاي من الالعاب اللي عجبت سيد زيد يلا بزود شوفي عندك كمان في هذيك اللي فوق ايش هي هذيك اللي فوق هاي هاي تبعت الليزر هاي برضو لعبة مرتبة بيجي معها فرد زي قناص انت بتطخ على هاي الفرد بتطخ على هاي الماكينة طبعا وهذا الفرد بيجي معها هيك بسجل لك نقاط كل ما صبت الهدف كل ما سجل لك نقاط اكثر هسه نورجيكم كمان العاب صاروخ مائي ولما تضغط عليه طلع مي وبطير الصاروخ والله صوتك رايح على الاخر انت طيب هاي بتضغط عليها برجلك تعبيها مي بتضغط عليها برجلك زي ما هي مبينه بالصوره بتطلع زي الصاروخ المائي يلا زيد شوفي كمان هات نشوف بس نروح على الجهه الثانيه يلا نروح على الجهه الثانيه فرد عجبني للعيد وهاي اكثر لعبه عجبتني واكثر فرد ها كمان صوته صوت عالي وكمان هذا الكولر للأطفال عشان ما يخربوا لكم مش الكولرات اللي عندكم الفلاتر لا جيبوا لهم إياها منيحة للأصغار هاي كويس اللعبة للأصغار أحسن ما يخربوا كولر البيت اللي بالمطبخ كولر للطفل نفسه بتعبي له يا مي بصير يستعمله زي الكولر العادي وبيشرب منه مي طبيعي جدا هات زيت شو بدك كمان ترجيهم إيش عجبك السلاح مع الشرطة السلاح مع النظارة مع السكينة مع السلاسل مع القنبلة ومع الساعة مع الشارة مع السكينة يا سلام يا سلام يعني هاي مستلزمات الشرطي ساعة وخنجر وكلبشات وفرد نظارة وطلق وزي محفظة أو شارة تيجي معه هاد زيت كمان شو بدك تورجيهم ديناصور طبعا هذا بيشتغل على ريموت في منه أكثر من موديل وأكثر من نوع قطعة كثير حلوة ومرتبة شحن طبعا الجهاز لكن الريموت بطاريات عاديات بتحرك بطلع أغاني بطلع موسيقى وبرقص وحركات كثير حلوة يلا زيت شو كمان في عندك كمان اللي شبه الأم شبه الأم إيش الأم زين والله شو الأم والله أنا ما بعرف باللعبة لعبة شو
فري فاير. الله خربت بيتكم فري فاير انتم. طيب شبه الاوم بيقول لي هذا رشاش بيطلع اضويه وبتحرك نفس حركه الرشاش ومعه حزام عشان ينربط على الكتف او على الذراع. قطع كير مرتبه. يلا بزوز شو في كمان؟ وفيش شيء للبنات يعني بشنطتك بجعبتك كله ولاد اللي بتعرضه. هاي للبنات معاها شنطه ومعاها يعني مكياج ومرايه. وهاي اللعبه مو لعبه، هاي لعبه عظم. لعبه عظم مش بلاستيك، بيجي معها شنطه والاكسسوارز كله معها، مرايتها والمشط والطاقيه والشنطه والعلاقات الاواعي وكل شيء. يلا زياد شوفي كمان تورجيهم. كمان هذا البيت الباربي. بيت الباربي اي واحد اللي فوق. بيت الباربي برضو حلو ومرتب، بيجي معه قصرين او بيتين مع عده، مع ثلاث مجسمات يونيكورن، مع بيبي صغير او عروس صغيره، كثير مرغوب وكثير مرتب. يلا بزو شو كمان؟ بس هاي البيبي يطلع صوت ومعه طاقيه ومثل البيبي الحقيقي. حبيبي اذا له دخل بالبيبي الحقيقي هذا، والله ما له دخل، هذا كان فضائي شكله. هذا بتحرك ثم بتحرك، ضلك طخطخ انت زيد بس هاي، ثم بتحرك وزي البيبي الصغير بلبسوه البنات وبغيروا له اواعي ويعمل نونو وبيحكي وبرضع واشياء كثير. يلا هاي كمان لعبتين ورجيتهم للبنات. شو في كمان؟ هسه ولادي بناتي عادي ورجيهم. يلا يلعب كثير، بس هم الالعاب اللي عجبوا زيد، قال لي بدي اصورهم، قلنا له ولا يهمك. كمان في هاي، هذا السلاحين مع طلق ومع معطبات مو مؤذيه. انت وصاحبك اذا او انت واخوك تحطوا هاي العيانه، كل واحد بيروح من المسافه وطخ عليها. يا سلام على العيانه. ايوه بتحط المكان العيان او القنص هذا بتقنص عليه. طبعا الطلقه من هذا سفنجي فردين، في كمان طابات وبلتعب فيه بالطابات مش بس بالطلق الآمن. طيب تمام، هاي لعبة دوريات المخلب. في نوم ضل الألعاب. طبعا زيد صوته رايح بس يلا بقدر يكمل. صح صح صح. في واحد لونه أحمر، في واحد لونه أصفر وأخضر، في واحد لونه ازرق برتقالي زهري. في منهم جرافة تحت المي ومصلح بتاع شرطة. هاي فرقة البا وباتر، الكل بعرفها كلاب المخلب، اشي طائرة اشي سيارة اشي اطفائية، اكثر من شغلة فيها. يلا زي شوف هذا فيك. قائدهم، هذا قائدهم ابو الاحمر، هذا قائدهم نورجيه للناس للبشر. قائدهم يلا ماشي اوكي. يلا هاي السيارة الهيت ويلز، في منها بيكون معاها سيارة بيكون فيها مسار تحط فيها السيارات. وهاي اللعبة حلوة، كمان بتتحول لشاحنة، تتحول تحط فيها فوق 24 سيارة. هاي زي مضمار هيك بيجي مع شاحنة هيت ويلز الأصلية زي ما هي مبينة على الرسمة هون، كثير حلوة ومرتبة. ايوه تمام. وشي تك تك وفخم، بدناش خلص هيك بكفي لزيد لأنه صوته رايح، بدناش. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وهذول ألعاب ألعاب للعيد. يس. تعالوا تعالوا بعد 7 أيام تلاقوا كل كمان أشياء أحلى. يعني شو يا زيد من هون لسبع أيام بدناش نشتغل يعني؟ لا بدنا نشتغل. نقول لهم تعالوا بكرة، تعالوا بعد ساعة، تعالوا هيك. على كل تابعونا وما تنسوا اللايك، وقناتنا كثير حلو، شوفوا شو بنعرض لكم فيها العاب واشياء.